جدا اهم حاجه انك تجمع نقاط كتير عشان تقدر تنافس على بطوله الدوري في ظل منافسه قويه جدا مع انديه كبار زي نادي الزمالك او فريق بيراميدز. فبالتالي كان انتصار مهم جدا وبدايه لعوده النادي الاهلي انتصارات بعد فتره يمكن كانت صعبه شويه. طيب قبل ما نتكلم عن اخبارنا كلها نروح سريعا لمراسل قناه الاهلي شريف شعبان واللي كان متواجد في مران الفريق النهارده. يا شريف مساء الخير عليك. تنور عليك يا زميلي امير، تحياتي لحضرتك وتحياتي للاستاذ احمد استاذ محمد ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اخبارك يا شريف؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله، ربنا يخليك. طمنا على الفريق خصوصا بعد الفوز المهم امبارح، الامور ماشيه ازاي؟ المران كان امتى النهارده؟ اخر الاخبار اللي كانت في المران. خليني اقول لك ان التمرين كان في الرابعه عصرا، يمكن قبل بدايه التمرين كان في اجتماع مع اللاعبين الكابتن محمد يوسف المدير الفني والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره لمده حوالي 10 دقائق اتكلموا فيها عن مباراه الامس، غلق مباراه صفحه مباراه الامس، التركيز فقط في مباراه البونه المقبله الاربعاء القادم. لازم يكون في اداء احسن من كده، لازم المحافظه على نغمه الانتصارات، الحصول على الثلاث نقاط، الفتره المقبله لا تحتاج اي او لا تستحمل اي تعثرات، لا تستحمل اي حاجه غير سوى الثلاث نقاط، الاداء ثم الاداء ثم الاداء مع الحفاظ على الانتصارات والحصول على الثلاث نقاط. يمكن اللي شاركوا في مباراه امس كان بيجروا تدريبات استشفائيه ثم غادروا النادي على الفور، يمكن باقي اللاعبين كان في تمرينات شاقه جدا، تمرينات بدنيه قويه جدا مع الكابتن حسين عبد الدايم. يمكن السعيد لجماهير النادي الاهلي ان يشارك في كل التدريبات البدنيه اللاعب اجايي، يمكن ادها كلها بقوه، شارك فيها بكل قوه من اول تمرين لحد اخر التمرينه عند بقى اللعيبه التدريبات البدنيه الاجايه. يا شريف التدريبات البدنيه الاجايه من خلال مران جماعي مع الفريق ولا كان ليه تدريبات بدنيه خاصه بيه وتاهيليه خاصه بيه؟ مران جماعي مع اللاعبين. طب كويس، ده خبر مهم جدا. طبعا اداها بصفه يعني رائعه جدا. عندي بقى انخراط اللاعبين بقى في باقي بعد التدريبات البدنيه في تدريبات بالكوره، التدريبات الجماعيه بالكوره وتقسيمها بالكوره، فضل الجهاز على طول اراء يعني خروج اجاي من هذه الالتحامات، ما ينفعش يلتحم في هذا الوقت، وفضل الكابتن حسين عبد الدايم ان ياخده على جنب خالص على جنب من الملعب وعمل تدريبات بالكوره ايضا ولكن لوحده. التأهيل مستمر لعلي معلول وكان الشناوي التمرينات مستمرة، يمكن صالح جمعة كان بيجري أيضا التدريبات التأهيلية ليه، يمكن مدرب الحراس الكابتن طارق سليمان كان حريص يكون ينفرد به الكابتن علي لطفي ومصطفى شوبير لإجراء التمرينات القوية جدا والتكتيكية جدا. يمكن كابتن محمد يوسف أثناء التمرين كان حريص يبقى في جلسات مع مؤمن زكريا يمكن لمدة، يمكن السلية الشناوي الشيخ كل واحد على حدة، أيضا عادل مصطفى كان حريص هو الآخر بعقد جلسة في الملعب سريعة مع اللاعب ناصر ماهر. يمكن حضر التدريبات من مجلس الإدارة الأستاذ محمد سراج، وحضر أيضا من اتحاد الكرة المصري الكابتن أحمد شوبير. خليني أقول لك إن التركيز باين على وجوه اللاعبين، خليني أقول لك إن الإصرار عندهم باين في التمرين. الكل مصمم ان الفتره القادمه يكون فيها انتصارات، الكل يتعهد على ان الفتره القادمه تكون فيها انتصارات. خليني اقول لك كمان ان النهارده وليد سليمان اعتذر عن تمرينه اليوم، يعني كان في اذن طبعا بعد الرجوع للكابتن سيد عبد الحفيظ، قال لك هو استاذن مني امبارح ما يجيش النهارده التمرين. يمكن دي كانت ابرز كل كواليس تمرين زميلي امير. فيما يخص حسام عاشور تعرض لاصابه في مباراه الامس، محمد شريف محمد نجيب موقفهم ايه يا شريف؟ محمد نجيب مستمر في التأهيل، محمد شريف النهارده شارك في التقسيمه بكل قوه وهو عنده دور برد، ويمكن نزل النهارده التقسيمه وشارك فيها وظهر فيها بشكل ممتاز. حسام عاشور هيعمل اشاعه او عمل اشاعه النهارده، والنتيجه بكره هتظهر بكره باذن الله، بس باذن الله يكون خير ويكون المده قليله باذن الله ان شاء الله. شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله المهمه جدا واللي قال فيها العديد من الاخبار الهامه والسعيده كمان بالنسبه لجمهور النادي الاهلي فيما يخص عوده بعض المصابين، وده المهم جدا بالنسبه للفريق في الفترة الحالية. احنا عارفين النادي الاهلي كان بيمر بظروف صعبة، عنده بعض الاصابات اللي اثرت عليه سواء في البطولة الافريقية والنهائي بتحديد مباراة الاياب امام الترجي، ايضا مباراة البطولة العربية امام الوصل، كمان مباراة المقاولين العرب وخسرنا 1-0، لكن البداية ابتدت من مباراة الامس امام بتروجيت من خلال عودة بعض المصابين، تركيز الفريق على اهمية هذه المرحلة واهمية جمع اكبر قدر ممكن من النقاط خلال هذا الشهر بالتحديد.
وكمان ده هيكون شيء مهم جدا في تواجد بعض اللاعبين المهمين جدا، واحد تلو الاخر ان شاء الله بيعودوا، عندنا اجاي علي معلول، كل الامور ان شاء الله هتمشي بشكل جيد بالنسبه للنادي الاهلي خصوصا